سوف نقوم الآن بشرح شاشة فواتير المبيعات في برنامج المحاسب الأول. العمليات فواتير المبيعات. نلاحظ هنالك ثلاثة أنواع من فواتير المبيعات: إما آجل للعملاء، أو شيك من خلال البنك، أو نقدا من خلال صندوق. الآن سوف نفرض أمثلة على الثلاث الخيارات. مثال: تم بيع الأصناف التالية: نقدا للمورد عبد الرحمن بالدولار، يتم الضغط على زر الإضافة، تحديد نوع الفاتورة. ما دام أن البيع دولار، فمعنى ذلك أن الحساب المتأثر في أعلى الشاشة هو حساب الصندوق دولار. يتم الضغط على F9 أو اختيار حساب الصندوق دولار. اسم العامل الذي مثلا عبد الرحمن، مبيعات نقدية العميل عبد الرحمن. الآن هناك طريقة لإنزال الأصناف، إما من خلال رقم الصنف أو اسم الصنف، فمثلا 001 ثم F9 بر أمريكي مثلا، الكمية المباعة مثلا 10 حبات. تلاحظون ماذا؟ ظهور هذه الأسعار. طبعا هذه الأسعار تم إدخالها في شاشة التسعيرة. السعر الأول سعر التجزئة، سعر الجملة، السعر الخاص. عند إضافتها وتسعير الأصناف بعملة المخزون وبعملة التسعير الدولار سوف تظهر مباشرة في فواتير المبيعات. يتم اختيار أحد هذه الأسعار أو إدخال السعر الذي يناسبنا. مثلا سوف نختار سعر التجزئة 40 دولار. نقوم بإدخال مثلا الصنف الثاني، مثلا البحث عن طريق الاسم، مثلا دقيق، نكتب دقيق ثم F9، سوف تظهر جميع أنواع مثلا دقيق البركة، الكمية المباعة مثلا 5 أكياس، مثلا السعر المباع سعر الجملة 45، وهكذا. نقوم بإدخال بقية الأصناف. نفرض جدلا أن هذا العميل قم بمنحه تخفيض، التخفيض إما كقيمة يعني 100-200 أو كنسبة يعني 1% أو 2%، مثلا شامل نسبة 2%. اسم العميل نقوم بإدخاله عبد الرحمن، هاتف العميل إن وجد، ثم نقوم الآن بعمليات الحفظ. طبعا ادخال فاتورة الحفظ، من أجل طباعة الفاتورة الضغط على الطابعة. سوف تظهر الفاتورة بالطريقة التالية: فاتورة مبيعات نقدان مطلوب من عبد الرحمن، رقم الصنف، الكمية، سعر الإجمالي، ثم التخفيض، ثم المبلغ الكلي بعد التخفيض. الآن من أجل طباعتها يتم الضغط على زر الطابعة واختيار طباعة. نلاحظ أنه بمجرد عملية الحفظ في فواتير المبيعات فإن المخزون يتأثر بالنقصان بمجرد الحفظ. أما من أجل التأثير المالي على حساب الصندوق وبقية الحسابات المرتبطة بالمجموعات هذه الأصناف، يتم الذهاب إلى شاشة العمليات، ترحيل فواتير المبيعات، يتم التأشير على هذا الخيار فاتورة، ثم نقوم بعملية ترحيل. سوف تظهر رسالة، انظروا، ظهرت هذه الرسالة. تقول الرسالة: المجموعات 001 ليس لها حساب مبيعات بالعملة دولار. ما معنى هذه الرسالة وكيف يتم حلها؟ هذه الرسالة تقول أنه ليس لدينا في الدليل المحاسبي حساب إيرادات المبيعات بالعملة دولار. لحل هذه الرسالة لا بد أن نقوم بإضافة إيرادات المبيعات في الدليل المحاسبي. نضغط على موافق، يتم الخروج، الدخل، العمليات، دليل الحسابات، ثم البحث على الإيرادات 4 F9 إيرادات المبيعات. نلاحظ لدينا إيرادات النشاط بالريال، نقوم بإضافة دولار. إيرادات المبيعات دولار، الحساب طبعا فرعي دولار، ثم نقوم بعملية الحفظ. نذهب مرة أخرى لعملية الترحيل فواتير المبيعات، نقوم بالتأشير ثم الترحيل. نلاحظ تظهر رسالة أخرى، تقول الرسالة: المجموعة 001 ليس لها حساب تخفيض بالعملة. ما معنى هذه الرسالة؟ معنى هذه الرسالة أن هذه الفاتورة والتي تم منح فيها العميل تخفيض ليس لديها تخفيض خصم مسموح به في الدليل المحاسبي بعملة الفاتورة بالدولار. الحل: إضافة حساب الخصم المسموح به بعملة الفاتورة بالدولار. الضغط على موافق، نخرج، ندخل مرة أخرى إلى شاشة دليل الحسابات،
ثم نقوم بالبحث عن الخصم المسموح به وإضافة خصم مسموح به بعملة الفاتورة بالدولار. هذا ريال نقوم بإضافة دولار. خصم مسموح به دولار، الحساب فرعي دولار، نقوم بعملية الحفظ. الآن نذهب إلى عملية الترحيل وننظر، نلاحظ أن الفاتورة ترحلت. من أجل معرفة القيد المحاسبي الذي ينفذ النظام آليا في فواتير المبيعات يتم الدخول إلى التقارير اليومية العامة فواتير المبيعات حسب أرقام الوثائق، تحديد مثلا تاريخ ثم الضغط. القيد المحاسبي سيكون كالتالي: من حساب تكلفة المبيعات الخصم المسموح به الصندوق إلى مذكورين حساب المخزون إيرادة المبيعات. إذن حيكون القيد المحاسبي كالتالي: من حساب تكلفة المبيعات الخصم المسموح به صندوق، طبعا طرف مدين زيادة، إلى حساب إيرادات المبيعات المخزون قل طرف دائن. الآن سوف نخرج ونقوم بعمل فاتورة مبيعات بالآجل. مثلا تم بيع أصناف التالية لمحلات الوراق بالآجل. أولا لابد أن يتم إضافة حساب الوراق بالدليل المحاسبي بعملة الفاتورة، ثم إضافته في شاشة بيانات العملاء، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على زر الإضافة آجل، اختيار العمل بالضغط على F9 محلات الوراق التجارية. إذا لم تضاف في بيانات العملاء لن تظهر في شاشة فواتير المبيعات البيان عليكم قيمة الأصناف في الفاتورة. مثلا رقم 1، نقوم بإنزال أصناف، مثلا صنف F9 بر أمريكي كمثال 10 حبات. نلاحظ أن هذه الأسعار تظهر آليا. طبعا هذه الأسعار تم إدخالها في شاشة التسعيرة، 9800 سعر التجزئة، 9500 سعر الجملة، 9400 سعر الخاص. هل ممكن أن أختار أحدهم؟ ممكن. هل ممكن أن أضع رقم كيفما أشاء؟ نعم، نقوم باختيار الرقم الذي نريد، أو نقوم بكتابة المبلغ الذي نريد، مثلا 10,000 ريال كمثال. الصنف الآخر مثلا F9 مثلا دقيقة البركة، الكمية 5 أكياس مثلا، المبلغ 1,500. لنفرض جدلا أن هذه الفاتورة المباعة لمحلات الوراق تم الاتفاق مع محلات الوراق أن يتم توصيل البضائع إلى مخزنه مقابل مبلغ معين يحمل على محلات الوراق، يعني كعبء، وقد دفع هذا العبء نقدا. إذن نقوم بإضافة حساب الصندوق، لأننا قمنا بدفع مبلغ من الصندوق نقدا وقمنا بتحميل هذا المبلغ على محلات الوراق. الحساب متأثر، حساب الصندوق، المبلغ مثلا 2,500 ريال. الآن نقوم بعملية الحفظ والطباعة إذا أردنا. مطلوب ملف محلات الوراق، المبلغ، ثم العباء، ثم يظهر الإجمالي. نقوم الآن بعمليات الترحيل والتأثير المالي. ترحيل فواتير المبيعات، تم الترحيل. الاستعراض القيد المحاسبي يتم الدخول اليومي العام. الآن سوف نقوم بضرب مثال ثالث وأخير حول فواتير المبيعات عن طريق شيك. يتم الدخول لفواتير المبيعات، الضغط على زر الإضافة، نحدد الفاتورة شيك، نقوم بتحديد مثلا رقم الشيك 50، مبلغ الشيك مثلا حسب الفاتورة، مثلا رقم الحساب وحساب البنك المتأثر، مثلا بنك التضامن الإسلامي ريال، البيان عليكم قيمة بضاعة، فاتورة رقم مثلا 1 للتسجيل مختلف طبعا،
ثم نقوم بإدخال الأصناف الكمية 50 كيس كمثال مثلا بسعر الصنف الثاني مثلا F9 المبلغ مثلا ب 2450 نقوم بعملية الآن حفظ. يوجد تعارض بين المبلغ الإجمالي للفاتورة ومبلغ الشيك. ماذا نلاحظ؟ هذه الرسالة تظهر عندما لا نقوم بإدخال مبلغ الشيك. مبلغ الفاتورة لابد أن نقوم بإدخاله في أعلى الشاشة. نقوم بإدخال المبلغ ثم نقوم بعملية الحفظ. هذه الفاتورة موجودة فلن أدخل غيرها. نقوم بتغيير رقم الفاتورة في حالة الحفظ. الآن نقوم بعملية إيش؟ ترحيل والتأثير المالي. القيد المحاسبي المنفذ، التقارير يومية العامة، فواتير المبيعات حسب أرقام الوثائق، ثم نحدد مثلا التاريخ ثم الضغط. القيد المحاسبي الظاهر لدينا حيكون من حساب تكلفة المبيعات مخزون، من حساب تكلفة المبيعات بنك التضامن مدين لأنه زاد، إلى حساب إيرادات المبيعات والمخزون دائن لأنه قل. طبعا طريقة البحث على فواتير المبيعات فقط يتم الضغط على زر العرض ثم F9 سوف تظهر جميع فواتير المبيعات، يتم اختيار إحداها. إذا أردنا التعديل مثلا الضغط ماذا تظهر؟ لا يمكن التعديل، الفاتورة مرحلة. من أجل عملية إلغائها لابد من الدخول إلى التحكم، إلغاء فاتورة مبيعات، ثم نختار الفاتورة وبعد ذلك نستطيع عملية التعديل كيفما نشاء. طبعا نستطيع استعراض التقارير الخاصة بفواتير المبيعات من خلال فواتير المبيعات حسب ما سوف نشرح بالتفصيل من عند شرح التقارير. شكرا.